إلى أيضا نجاحات وإنجازات شبابنا اللي دائما بنكون فخورين بتواجدهم معنا في ساعة شباب، خصوصا في الفترة الأخيرة قاعدين نشوف البنات ما شاء الله تبارك الله، وأنا حيادية اليوم إن شاء الله، بس أشوف البنات أكثر شيء مبدعين في الابتكارات والاختراعات والإنجازات اللي قاعدين نشوفها يوم بعد يوم. ونحن دائما في ساعة شباب حابين فعلا أن نحتفل بهذا الإنجاز معهم. اليوم معانا فتون كرداوي اللي ابتكرت صحن للأطفال يساعدهم على الأكل والتعلم. كيف؟ أكيد راح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الابتكار مع فتون اللي منورتنا اليوم. مساء الخير فتون. مساء النور. أول شيء نبارك لك هذا الابتكار، فكرة جميلة جدا حقيقي ونحن فخورين فيك. الله يبارك فيك يا رب. طب خلينا نتكلم عن شغف الابتكار بداية قبل ما نتكلم عن الابتكار نفسه. والله هو يعني التخصص عندنا في الجامعة تخصص جديد وله مجال واسع مرة كبير. فبنبدع فيه وبنبتكر او ممكن اننا نصمم يعني اشياء جديدة. شغف الاختراع اقدر اقول بدا معك من مرحلة الجامعة ولا من قبل الجامعة؟ لا من الجامعة. هو يعني التخصص يخليك تستكشفي انت ايش حابة تكوني يعني. حلو. طب ايش قصة اختراع الصحن، الفكرة في هذا الابتكار وكيف تشتغل ايضا؟ والله شوفي هو كان مشروع تخرجي ما شاء الله، فكانت الفكرة اني انا سويت بحث واكتشفت انه الامهات ما بيتعبوا مع اطفالهم. ايوه بالضبط، بيتعبوا مع اطفالهم في بيتعبوا مع اطفالهم في الاكل. فدائما تلاقي الطفل يبغى جوال، يبغى يدور، يبغى ما يبغى يقعد مكانه. فانا اخترعت هذا الشيء عباره عن صحن وفي شاشه. حيكون موجود في الشاشه فيديوهات تعليميه للاطفال، حيتعلموا بشكل مريح وفي نفس الوقت هو حيكون ياكل. حلو. الفيديوهات التعليميه هذه كيف حصلت عليها؟ انت سويتيها ولا موجوده باليوتيوب؟ والله شوفي لسه ما اشتغلت عليها لانه هو حيكون بروجرام كامل، حيكون له ابلكيشن. فالام حتقدر تتحكم فيها عن جوالها، يعني عن طريق جوالها. حلو. فكرة ان الام تقدر تتحكم فيها عن بعد فكرة مرة حلوة، ولكن كيف؟ هو حيكون في ابلكيشن مرتبط بنفس الشاشة والصحن. فالام حتكون يعني مراقبة الطفل من بعيد. هي في حاجتين. هو اول شيء انه هي حتقدر تتحكم في الاشياء اللي حتفرجها الطفل، وحتختار الفيديوهات اللي حيتفرجها. والشيء الثاني انه هو لما يجي ينتهي الطفل من الاكل حيكون في شيء تفاعل مره بسيط مع الطفل من نفس الصحن، انه هو حيعمل زي الفايبريشن وانه يعني كانه فرح معاه انه هو انتهى من اكله. واو. والله حبيت فكره مره حلوه. طيب هل عرضتي هذا الابتكار في مكان وكيف كانت ردود فعل الناس عن هذا الابتكار؟ والله شوفي احنا نبدا بالبحث، فكان في له سيرفي ودي الاشياء، فكانت ردود الناس مره حلوه. وعرضته في الجامعه، كان في الجورر وكان في اهالي الطالبات الباقين، فكانت ردود فعلهم جدا ايجابيه ومره كانوا حابينه، عشان يعني كلهم بيعانوا من نفس النقطه. صح. فايدوا فكره مره كثير. إيه انا عرفت الحين ايش اجيب هدايا لبنات اخواتي حقيقي، يعني جيب لهم ذا الصحن لانه فعلا بيعانوا مره انه بياكلوهم، بيمسكوا الايباد ولا بيمسكوا الجوال ويتفرجوا وياكلوا في نفس الوقت. واكتشفت انه حتى الكبار يحتاجوا ذا الشيء برضه. من جد؟ ايوه. تخيلوا عندي مسلسل احطه واتابع واكل في نفس الوقت. طب هل وصل المشروع لمرحله انه ممكن يباع عالميا؟ والله شوفي هو لسه ما انتهى، يعني في اشياء لازم تتعدل عشان اقدر انزله في السوق، بس ان شاء الله اي واحد ينزل. ايش باقي له يعني تحسي؟ انا اشوفه جاهز كامل. هو المفروض انه حتكون شاشه، بس انا الحين يعني مبدئيا انا حاطه جوال. اوكي. ايوه. وفكره انه كيف حيتصنع وكيف حينشحن، فهذه تفاصيل صغيره بس انه يحتاج لها يعني تعديلات صغيره بس. طيب كلميني عن المشاريع الثانيه اللي حاولتي تقدميها غير فكره هذا الصحن الجميل اللي انا اول واحده يمكن اشتريه منك حقيقي. والله شوفي احنا مجالنا مره واسع في تخصصنا، فاحنا نقدر اننا نخترع شيء جديد او اننا نصمم اشياء جديده يعني باشكال جديده. فكانت مشاريع السمستر اللي فات مثلا صممت كرسي على شكل كوكونت، مستوحى من الكوكونت.
وصممت مكتب صغير للناس اللي بيتهم ضيق او ما عندهم مكتب لحاله، فحيكون شكله حلو وفي نفس الوقت يعني ينحط في اي مكان. فتقريبا هذه كانت يعني مشاريعي. حلوة. طب ايش فكرة الكرسي اللي زي الكوكونات يعني؟ بس انا هو استوحيت منه الفكرة. لا هو كان يعني مع بنات الانتيريور ديزاين، فاحنا كان الصالون اللي حيمسكوه بنات الانتيريور قدام البحر، فاحنا نمسك برودكت جوه الصالون وهم يعملوا الصالون. الله. فا ايوه فاحنا ليه اخترنا الكوكونات؟ عشان هو لما تشوفيه من برا حتحسي انه هو خشن وما هو مريح، بس لما تشوفيه من جوا حيكون مره ابيض و حبيت الفكرة لأني ايوه كمان ابيض مرة أحب وناعم. الكوكونات صراحة. فبالتوفيق يا رب لك اجمعين. فتون، وإن شاء الله في الفترة القادمة نشوف ابتكاراتك الجديدة وننتظر ينزل في السوق. ان شاء الله الأمهات على اللي خير. يتابعونا أتوقع مرة متحمسين لهذا الابتكار، هذه الفكرة، وكلنا ننتظر ان ينزل شاء في الله. السوق. شكرا لك فتون. عفوا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل، حناكل البليلة أخيرا. انتظرونا.